بسم الله الرحمن الرحيم. مادة مبادئ العلوم الاقتصادية لطلاب التعليم المفتوح المستوى الأول الفصل الدراسي الأول. المبحث الثاني نظرية العرض وتوازن السوق. الطالب يتعرف على نظرية العرض. بداية، إيه هو تعريف العرض؟ ثانيا، يتعرف على قانون العرض والعلاقة ما بين الثمن والكمية المعروضة، علاقة طردية. ده جدول العرض اللي بيوضح العلاقة الطردية ما بين الكمية المعروضة والسعر، فنجد إن مع انخفاض السعر بتقل الكمية المعروضة. رسم بياني يوضح منحنى العرض والعلاقة الطردية ما بين الثمن على المحور الرأسي والكمية المعروضة على المحور الأفقي. تفسير شكل منحنى العرض. هام جدا إيه العوامل المؤثرة على العرض، سواء تكاليف الإنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة أو الإعانات اللي بتدفعها الدولة أو مستوى الضرائب. مستوى الضرائب هنا فيه علاقة عكسية. وأخيرا، ملخص العوامل المؤثرة في العرض. هام جدا موضع سؤال. المبحث الثالث توازن العرض والطلب أو توازن السوق. توازن السوق هو تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، بحيث لا يوجد فائض أو عجز في سوق السلعة أو الخدمة. ده شكل بياني بيوضح التوازن ما بين العرض والطلب عند النقطة اللي هي نطلق عليها نقطة التوازن، اللي بتكون عند السعر 6 جنيه، حيث إن الكمية المطلوبة 200 والكمية المعروضة 200. الفائض يحدث عندما يكون العرض أكبر من الطلب، ويحدث العجز عندما يكون الطلب أكبر من العرض. ده مثال بيوضح التوازن.